السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ردا على السؤال أحد مربي الأقنام من المملكة العربية السعودية من المتابعين لقناة معلومة للمزارع يسأل بخصوص شراب الطفيليات الداخلية أو كما هو معروف باسم الرباعي أو الشربة، في أي وقت من السنة نعطي هذا الشراب للأقنام أو الماعز، وهل نعطيه بالفم بشكل مباشر أم نضعه مع ماء الشرب؟ فقبل أن نبدأ وعلى بركة الله، لا تنسوا دعم الفيديو بلايك تقديرا للجهود المبذولة والاشتراك في القناة ونشر رابط الفيديو لكل شخص مهتم، جزاكم الله كل خير. شراب الطفيليات أو الرباعي من الأفضل أن نعطيه للأقنام أو الماعز عند فترة الانتقال من مرحلة العلف الخشن أو اليابس إلى المرعى الأخضر أو الزرع الأخضر، سواء كان مرعى طبيعي أو برسيم أخضر في بداية موسم الربيع أو قبل موسم الحناء. وفي البعض يعطي هذا الشراب للأقنام مرتين أو ثلاث مرات بالسنة كل ثلاث أشهر، وخاصة عندما يلاحظ على أقنامه عدم استفادتها من العلف أو الرعي، فيباشر بإعطاء شراب الطفيليات للقضاء على أطوار واسعة من الطفيليات الداخلية والدودة الوحيدة أو الشريطية اللي تشارك الحيوان في غذائه، ولا يستفاد الحيوان من المرعى أو العلف ويظهر عليه دوما الهزال والضعف. أما بالنسبة لنوع العلاج المستخدم والجرعة، فإذا كان عدد الأقنام قليل فالأفضل أن نعطي شراب الطفيليات بالفم بشكل مباشر، ويكون هذا الشراب إما شراب بندازول أو ليفاميزول أو أوكسي كلوزانيد أو غيرها من أنواع المضادات الطفيليات الأخرى، بشرط أن يكون منتج من شركة محترمة ولها سمعتها، لأن في بعض المنتجات لشركات لا تعطي نتيجة أبدا. فنعطي الشراب في الصباح الباكر قبل ما تطلع الأقنام للرعي في المرعى، يعني على الريج. نعطي هذا الشراب عن طريق الفم، إما باستخدام محقن تجريع إذا كان متوفر عندنا، أو إذا لم يتوفر المحقن نستخدم السرنجة العادية بمقدار جرعة من 10 إلى 20 ملي للنعجة حسب نوع المادة الدوائية المستخدمة وحسب أوزان الأقنام، ويفضل عدم زيادة الجرعة عن الحد المسموح حتى لا يحصل للأقنام حالة تسمم نتيجة الجرعات الزائدة من العلاج. وبعد ما نعطي شراب الطفيليات نخلي الأقنام لفترة ساعتين في الحظائر، وبعدها نتركها في المرعى الأخضر، وخلال 6 إلى 10 ساعات من أعطاء العلاج نلاحظ على بعض الأقنام وخاصة اللي فيها ديدان توقفها عن الرعي وحالة تشبه حالة المغص، فيكون الدواء أثر على هاي الطفيليات الداخلية وسبب إسهال للأقنام اللي فيها ديدان، تكون نازلة على شكل كتل أو خيوط طويلة أو فقاعات مائية مع إسهال النعجة. أما بالنسبة للقطعان الكبيرة من الأقنام، فبعض المربين يقوم بخلط شراب الطفيليات مع ماء الشرب وترك الأقنام تشرب منه بعد تعطيشها وتجويعها لفترة، ولكن لا ينصح بهاي الطريقة، لأن في بعض الأقنام تشرب كثير وفي بعضها يشرب قليل وفي البعض ما يشرب من هذا الماء، فلا تكون الجرعة موزعة بانتظام على الأقنام، بالإضافة إلى تخفيف أثر المادة الفعالة من العلاج عن طريق خلطها بالماء. فالأفضل بالنسبة للقطعان الكبيرة أن يقوم صاحب القطيع بإحضار عمال يقومون بتجريع الأقنام بمحاقن التجريع، وبهذا الشكل نضمن أعطاء القطيع كله نفس الجرعة وبشكل نظامي. ويفضل تكرار الجرعة جرعة الدواء بعد 15 يوم من الجرعة الأولى للقضاء على أطوار اليرقات اللي فقست من بيوض الطفيليات بنفس الخطوات اللي ذكرناها في الجرعة الأولى. وفي الختام نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.